أحمد عاطف يوقع للأهلي رسميا. قبل أن نبدأ سمي بسم الله وصلي على سيدنا محمد رسول الله. استطاع جهاز الكرة في النادي الأهلي الحصول على توقيع أحمد عاطف مهاجم فريق وادي دجلة المعار لصفوف فيوتشر إف سي، وذلك تمهيدا لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعن طريق بحثي عن شوية مصادر كده، المصادر الإعلامية، تأكدت إن أحمد عاطف وقع 3 عقود وفاضل العقد الرابع لإتمام التعاقد والانتقال للنادي الأهلي. وبصراحة أحمد عاطف مهاجم كويس، هجام يعرف يدوس على اللعيبة بتاع المدافعين، يعرف يعمل كونتر أتاك سريع، عينه كويسة على المرمى، حس هداف. وبإذن الله عاطف مش هيكون عاطف ولا حنين على خصوم النادي الأهلي. ويعتبر أحمد عاطف من أبرز رؤوس الحربة في مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، حيث يقدم أداء أكثر من رائع تحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق، ويخطط النادي الأهلي للدخول في المشهد بشكل قوي في الفترة المقبلة، وذلك بعد الحصول على رغبة اللاعب وتوقيعه بشأن ارتداء القميص الأحمر في الصيف المقبل. ويحق لفريق فيوتشر اف سي تفعيل بند شراء عقد أحمد عاطف من وادي دجلة، وذلك على ده حال دفع 18 مليون جنيه، وهي النقطة التي يلعب عليها الأهلي في الصفقة. أبرز أرقام أحمد عاطف مع وادي دجلة: لعب أحمد عاطف مع فريق وادي دجلة في الموسم الماضي 18 لقاء، واستطاع أن يسجل 6 أهداف وصنع هدفين. وكده يبقى الأهلي خده من إيدين الأختين الحلوين هناء وشيرين. إذا كنت من محبي النادي الأهلي اضغط على الماوس يدينا لايك، ووديه على الاشتراك تشترك معانا ليصلك كل جديد.